ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في أنا والناس. هل في تبطيل؟ هل ممكن أبطل؟ هل ممكن أكون بتعاطى نوع من أنواع المخدرات وأقدر إن أنا أبطله حتى لو بقالي فترة كبيرة بتعاطاه ومش قادر أستغنى عنه؟ هل هو الموضوع جسدي ولا نفسي؟ جسمي اللي مش قادر يستغنى عن المخدر ولا أنا نفسياً مش قادر أستغنى عنه؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إزاي وصل الموضوع لأن في أطفال بتتعاطى وإن في سيدات بتتعاطى وإنه في يعني آباء كتير بتتعاطى قدام أبنائهم؟ إزاي الموضوع وصل للمرحلة دي وإزاي نحله؟ إزاي جوزي يرجع تاني وإزاي ابني يرجع تاني بني آدم طبيعي يحس بينا ويحس بولاده ويعيش معانا فعلا بروحه وبعقله مش بجسمه بس لأن هو دماغه في حتة تانية مسافر؟ هنتكلم النهاردة عن التفاصيل دي كلها. بشكر ضيفي اللي دايما بتعبه بينورني في الاستوديو الدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائيه لصندوق مكافحه الادمان. نورني يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. دايما تعبينك بس بتعملوا شغل بتعملوا شغل جامد ودي حقيقه. الحمد لله الحمد لله. كمان برحب بضيوفي اللي انا بشكرهم جدا 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 على شجاعتهم لان اللي هم بيعملوه معانا لما في حد متعافي بيطلع معايا بيخلي فيه المصداقيه عاليه جدا انه الناس اللي بتتعاطى يصدقوا ده في متعافيين وخفوا واشتغلوا وبيساعدوا ناس تانية انها تتعافى وخدوا قروض وبيفتحوا مشاريع حاجات كتيره جدا انجازات كبيره عملوها. بشكرهم على وجودهم معايا النهارده الاستاذ محمد مهدي اسماعيل. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله تمام. وكمان الاستاذ عبد العزيز سمير عبد العزيز. ازيك يا استاذ عبد العزيز؟ انا بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده دي حقيقه وعلى شجاعتكم انه دي حاجه عاديه وان احنا نطلع نقول قدام كل الناس انا كنت بتعاطى بس انا دلوقتي متعافي وبقيت كويس. فدي حاجه الناس بتصدقنا فيها. انا عارفه ان كم الاتصالات بيبقى كبير على فقره التعاطي. كلمونا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه وهنرد على كل اسئلتكم لان كمان صندوق مكافحه الادمان بيقدم خدمه ان انتوا يكون في تعافي ويكون في علاج لان احنا عارفين ان علاج الادمان او التعاطي مش عايز اقول الادمان لان هي بتضايق ناس كتير مكلف جدا. صحيح. في ناس كتير ما بتقدرش عليه. ننزل كمان الخط الساخن بتاع صندوق مكافحه الادمان اللي هو 16023 انا حفظته خلاص. بعد الحلقات اللي بنعملها مع بعض بيكون ايه رد الفعل؟ الحقيقه طبعا احنا من خلال مردودنا على الخط الساخن والناس اللي بتتصل علينا بنعرف من خلال الردود او الاتصالات حجم الاتصالات. طب الاتصالات ده جاي منين بالظبط؟ مين المتابع لينا؟ الحقيقه ان السوشيال ميديا والاعلام له دور كبير قوي. زي ما له دور كمان في الوقوع في براثن المخدرات. له دور في العلاج. دراما. بالظبط كده. هنتكلم في الموضوع. هنتكلم عن الدراما. بالنسبه للعلاج الحقيقه ان من خلال الحلقات اللي بتقدم في شاشات التلفزيون وفي البرامج الكثيره جدا احنا بنلاحظ الكلام ده. واكثرها بيجي من الامهات. لان هم بيبقوا عاوزين استشارات كبيره جدا. انا ابني وقع في الدايره ده اعمل ايه؟ طب انا زوجي وقع في الدايره ده اتصرف ازاي؟ بتقول لها هتتصرف ازاي؟ هتتعامل معاه؟ ما هو ده فايده الخط الساخن عندنا. الخط الساخن بيقدم المشوره والعلاج، يعني مش شرط بس لا طب تعالى تقدم عندي في المستشفى. في سريه تامه. وفي سريه تامه طبعا احنا ما بناخدش تفاصيل من اي مريض او من اي حد. احنا بنكفل المجانيه وبنكفل السريه للمتصل وللمتابع لينا في العلاج. فبقول لحضرتك اكثر التليفونات اللي بتترد علينا في الخط الساخن بيبقوا طالبين المشوره وخاصه بعد حلقاتنا اللي موجوده. اعمل ايه مع ابني؟ اتواصل ازاي معاه؟ طب والسيدات بيجي دلوقتي اتصالات من سيدات دخلت في الدايره دي؟ طبعا احنا عندنا حسب المسح الاخير بتاع صندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي احنا عملناه في 2004 والمفترض ان احنا بنعيده كل اربع سنين. يعني 2014 بعد في 2018 نبتدي نعيد البحث تاني وده مسح شامل على مستوى الجمهوريه. 2014 اكد لنا ان نسبه التعاطي بين الاناث وصلت 27%. ودي نسبه كبيره جدا. طبعا. خلى الصندوق يتحرك بصراحه يعني وده كان من إيه؟ توجهات ترامادول بس انا بسالك. انا سمعت الرسائل دايما اللي بتجيلي على الصفحه ان بتبقى ستات مثلا بيشتغلوا في البيوت فعايشان تقوم تصلب طولها بتاخد تبتدي بربع حبات ترامادول وبعدين تبتدي تسحب. ما ده اللي بيحصل ايه يا فندم؟ ان انا قبل ما باخد الحبوب او المخدر بيحصل ترويج للافكار الخاطئه. الافكار المغلوطه ديت بيتم الترويج ليها على اساس ان انا لما هاخد الحبايه ديت لانها علاج. ما هو ده بقى الاشكاليه اللي موجوده هنا. ان انا بروج على الحبايه طالما دي حبايه يبقى جايه من صيدليه خدي دي هتخليكي قويه هتخليكي واقفه بعدها هتنشطك. مش هتقولها هتخدرك او هتعمل لك مشاكل بعد كده لا ده هتخلي جسم ده مقوي عام.
ده اللي دايما المصطلح اللي بيطلق ده اللي بيطلق حوالين الترامادول بالنسبه للسيدات. ده منشط عام، ده مقوي عام، ده يخليك زي الفل تشتغل في البيت ومش هتحس باي حاجه خالص. ده ملوش اثار جانبيه. ونفاجئ بعد كده ان الستات والبنات بيتقد بعد فتره. احنا بيجي لنا البنات دلوقتي بياخدوا 4 أو 5 حبات في اليوم. مش عارفين يعملوا، مش عارفين يبطلوا. بيوصلوا للشريط، في بيوصلوا للشريط. عشان كده كان توجه معالي الوزيره الدكتوره غاده والي مع الاستاف الخاص بصندوق مكافحه الادمان ان يكون في مستشفيتين خاصين بعلاج الاناث. ودول افتتحنا الحمد لله الفرع بتاعنا في مستشفى المعادي للقوات المسلحه، وعندنا مستشفى حلوان. ايه ده خبر مهم قوي. احنا عندنا الفرعين دول، فرع لا قولهم تاني، فرع مستشفى المعادي للقوات المسلحه ومستشفى حلوان للصحه النفسيه، الاثنين بيستقبلوا حالات الخاصه بالاناث فقط لا غير. وفي سريه تامه. مستشفى المعادي كمان فيها جناح خاص بالشباب، ولكن احنا فتحنا جناح خاص بالسيدات ما يقرب من 40 سرير، وطبعا العلاج في سريه تامه وبالمجان. عن طريق رقم الخط الساخن 16-03. محمد انا شايفاك عمال بتموافق على كل الكلام، وخاصه لما اتفتحت سيره الترامادول. هل معاك اي في ذكرى او اي حاجه عايز تقولها بخصوص الترامادول؟ لا، هي ذكرت بس الترامادول، ان الترامادول فعلا انا في البدايه كنت باخده علشان خاطر ابدا ان انا اعرف افوق واعرف اشتغل واعرف اقف واعرف اكل. بتشتغل ايه؟ في البدايه انا كنت بشتغل في السياحه والفنادق، فكنت شغال في فندق، فكان بقف 8 ساعات واقف على طول. فبدات ان انا اتعاطى الترامادول عن طريق ان انا هقدر انتج اكتر واشتغل اكتر واقدم عدد ساعات عمل اكتر. بدا معايا بعد كده الموضوع بقى اعتماديه، بقيت معتمد على المخدر عشان اشتغل، معتمد على المخدر عشان اكل. ابتديت بكام حبايه في الاول؟ ابتديت في الاول بحبايه، بقرص. قرص 50. بعد كده وصلت في الاخر لحد 7 أقراص، 200 القرص، 200. يا نهار ابيض. فالاعتماديه معايا 200. التركيز 200. انا بدات بقرص 50 وفي الاخر وصلت ل7 حبات، القرص الواحد 200، تركيز 200. بدأ. لو ما كنتش بتاخدهم بقى كان بيحصل؟ ما بعرفش اقوم من على السرير. انا كنت بقوم من على السرير، الحبايه موجوده تحت المخده، ابدا اخد الحبايه، اقوم البس، اخد دش، افطر، اخد حبايه تاني، انزل اروح الشغل في نص اليوم، اخد حبايه ثالثه، وارجع بالليل اخد حبايتين. ايه الاعراض بتاعته؟ اعراض الترمدول صعبه جدا، وهو يعني من اعراض انسحابه بإيه؟ اقوى من سيبك من انسحابه دلوقتي. لما كنت بتتعاطاه كنت بتحس بايه؟ كنت بحس اول حاجه بضيق، بخنقه. كان دايما الفكره اللي بتجي لي وانا بتعاطى الترامادول، لو اتمنع انا هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟ وكانت فكره صعبه جدا وكنت بحاول اتلاشاها. وكانت دايما عندي فكره ان انا لا، ما انا مش هينفع افضل طول عمري كده. انا العمر بيجري بيا وعمال اخد كل شويه، وفي حاله ياس بيني وبين نفسي. في المجتمع شايفين ان انا في غلط، بس انا رافض الغلط ده. انا قال لهم لا، انا هعرف اهندل حياتي، انا هعرف اقف، بس بيني وبين نفسي انا عارف ان في مشكله ومش لاقي لها حل. وفي نفس الوقت انا شايف ان المجتمع حواليا كله بياخد. بس هي فكره ان الترامادول يتمنع انا هعمل ايه، دي كانت صعبه جدا بالنسبه لي. كنت ساعتها متجوز؟ لا لا، انا ما اتجوزتش. كنت شاب. طيب. وكنت بحاول اكون حياتي. طيب كنت مركز في شغلك؟ مركز في علاقاتك مع اسرتك؟ علاقاتي مع اسرتي كانت متدمره خالص. ليه بقى؟ بسبب ان انا دايما بره البيت، دايما ما بقعدش في البيت، البيت عامله لوكنده، مجرد ان انا اخش اكل وانام. كمان ببعد عن اي مناسبات اجتماعيه، انا ماليش اختلاط في المناسبات الاجتماعيه. ليه؟ انا من البدايه خالص اصلا شخصيه انطوائيه، شخصيه ماليش اختلاط دايما بالمجتمع، ودي كانت علامه من علامات اللي ممكن تخليني احس ان ابني ممكن يكون عنده استعداد لحاجات معينه هنتكلم فيها. لا، هو مش هنقول كده، ولكن احنا بنقول ان لما يكون عندي شخصيه انطوائيه او ولد منطوي لازم ان انا اعمل له برنامج خاص كده عشان ما يتجهش للمخدرات. بالزبط. لان الانطواء ده هو حاول يعوضه في ان هو ياخد مخدر، وبالتالي يلجا للاصحاب. طيب انت كنت شخصيه انطوائيه وانت صغير، ما بتحبش الاختلاط وما بتحبش؟ لا خالص، دايما لوحدي ودايما بخاف اواجه الناس، بخاف اخش في علاقات. شفت حضرتك، هو عالج الكلام ده بقى في الهروب للمخدر. ابتديت بالترامادول اول حاجه تبتدي بيها؟ ابتديت بالحشيش اول حاجه. ده اول حاجه شربتها، بعد كده الترامادول، بعد الترامادول الهيروين. دخلت على الهيروين؟ دخلت على الهيروين. جت فتره في مصر كده الترامادول اتمنع خالص، ومبقاش موجود فعلا. عايز تقوم تقف ما انتش عارف، وما بقتش قادر اعمل ايه. فانا كان الهيروين متوفر قدامي بقطره. وانا اسف يعني رخيص. وده الهيروين فعلا؟ الرخيص ده هيروين؟ كان مخلوط. هي مخلوطه، هي حاجه اسمها بيسا، بتبقى متخلطه. مخلطه ايه بقى؟ انا عاوز اقول لك ان الوقت ده التذكره ونزلت ل 20 جنيه. ل 20 جنيه التذكره. يعني كان في المتناول ياخد. التذكرة دي اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن نقدر نقول ربع جرام مثلا. ماشي. ب 20 جنيه. كانت ب 20 جنيه في وقتها. عبارة عن ايه؟ ايه مكوناتها؟ ما اكيد مجموعة من المكونات الكيميائية المخلوطة عشان تدي نفس التأثير الترامادول واعلى شوية. بتحكي كنت قعدت تتعاطى الهيروين قد ايه؟ او التذكرة دي مدة قد ايه؟ انا قعدت 5 سنين متواصل بتعاطى هيروين.
ثلاث سنين شد وسنتين حقن. انا معجبه بجرأتك. انا برضك عاوز اشيد بحاجه واتكلم مع حاجه مهمه محمد. انا مبسوطه بيه جدا. يعني من الناس او الاشخاص اللي موجوده وغيره من الشباب المتعافين اللي موجودين معانا واللي بيشتغلوا معانا، انا طبعا بشكرهم قوي على تحس عنده طاقه عايز يقول للشباب انا انا كنت عند في الحته اللي انتوا فيها دي بس انا احسن دلوقتي، انا بطلت. بيتكلم من قلبه فعلا. بالظبط. انا عايزاك تكمل قول لي يعني، وقعدت خمس سنين بتتعاطى هيروين. الخمس سنين دول هو اللي كان فيهم دمار حياتي كله. ليه بقى؟ ايه اسوأ موقف حصل لك بأمانة؟ اسوأ موقف حصل ساعة وفاة امي سنة 2013. ساعة الدفنة انا سبت امي في الغسل ورحت ضربت. يعني انا المفروض ابقى واقف على رجلي لاني اخ وحيد على بنتين. وانا الراجل الوحيد ووالدي كان تعبان شوية. سبت الدفنة ورحت ضربت وانا بدفنها انا كنت ضارب. انا يمكن ما فقتش لدفنة امي غير بعد ما فقت من المخدرات خالص. ما كنتش حاسس كمان باخواتي البنات وبوالدي في البيت. انا كنت بالنسبة لهم شبح في المجتمع، ماليش اي وجود، ماليش اي تأثير. والدي الله يرحمه برضو كان دايما يقول لي انا نفسي اعتمد عليك بس للأسف انت محدش يعتمد عليك. معاملة المجتمع مامتك شوية. مامتك قبل ما تتوفى كانت بتقول لك ايه؟ كانت مرعوبة عليا جدا. كانت بتقول لك ايه؟ هي قبل ما تتوفى كانت دايما تقول لي ركز في شغلك وخد بالك من خطيبتك، لان انا كنت خاطب ساعتها. كانت حاسه بيك؟ كانت حاسه ان انت فيك حاجه غلط؟ طبعا. هي الوحيده اللي كانت حاسه ان في حاجه غلط، بس ما عرفتش الهيروين، ماتت وما تعرفش ان انا باخد هيروين. ماتت وعرفت ان انا كنت باخد الترمادول. وقالت لك ايه؟ كانت دايما تقول لي يا ابني صحتك. يا ابني بطل عشان صحتك، دي كانت كلمتها دايما ليا. بس انت وجعتها. طبعا، انا بهدلت اهلي كلهم، وجعتهم جدا. بالذات والدي. الخسارات بقى اللي بنقعد نحسبها. بهدلتهم في ايه بقى؟ عملت فيهم ايه؟ يعني انا بعد ما والدتي توفت انا بدات ان انا اترفدت من شغلي بسبب ان انا دايما بتعاطى وما بروحش. فلوس كتير بصرفها. بتجيب الفلوس منين؟ بدات اسرق من البيت. اهلي مفيش حد من اهلي سلم مني. والدي، اخواتي البنات، كان ليا اخت قاعده معايا في البيت عانيت معايا معاناه رهيبه. اختي الثانيه جوزها فاتح صيدليه تحت البيت عندي، سرقت الصيدليه. عملت اللي ما يتعملش. طب ده مع اهلك، قولي موقف وحش تعرضت له بره البيت. اكيد شفت حاجات كتير. طيب، هي من اصعب المواقف اللي عندي، يعني هي كتيره بصراحه، بس في موقف كده في المكان اللي انا كنت بشتري فيه من المخدرات. دولاب والحكومه نزلت وانا واقف في الدولاب وكنت بشتري. الديلر كان بياخد الحاجه ويجري وانا كان عيني على الحاجه اللي هو كان بيحطها لي، مش هم ان الحكومه داخله بتضرب نار. انا كنت لا هموت ولا هتحبس. لو اي انسان واعي مش هيعمل اللي انا عملته. انا فضلت واقف لحد ما الديلر جري وخدت الحاجه وجريت في منطقه انا ما اعرفش فيها فيها اي حاجه والحكومه ورايا بتضرب نار. يعني انا لا هموت ولا هتحبس. وهي الحمد لله طبعا بفضل ربنا في الاخر. ما تعرضتش لموقف مع تجار الموت دول في اي حاجه؟ اتعرضت لمواقف كتير معاهم، بس طبعا تجار الموت دول يعني محدش بيقدر يتكلم معاهم في اي حاجه خالص. تكلمش. خالص. تخش تدفع وتاخد ممنوع. وتمشي من غير ولا كلمه. ولا كلمه. لو اتكلمت ايه يحصل؟ اضرب بالنار واموت. وما يقولكش ديه. خالص. طب تعالى نتكلم على الجزء الايجابي. تعافيت ازاي؟ طيب انا خدت القرار ازاي؟ قرار صعب. خدته ازاي؟ انا اتعالجت ثلاث مرات قبل كده. الثلاث مرات كانت عباره عن تخزين. انا بخش مكان اكل واشرب وانام وبس. 45 يوم اول مره خرجت ضربت في نفس اليوم. لان هو انت مش عايزه يخرج من جسمك بس، انت عايزه يخرج منك. تمام. من روحك، من التاهيل ذات نفسه. فانا كنت بخش اكل واشرب وانام وعارف ان انا هخرج بره تاني على المجتمع، هقابل الاصدقاء القدامى اللي بتعاطى معاهم مخدرات المفروض ما تعرفهمش تاني. هقابل تاني الاماكن، بس طبعا ما عنديش وعي ولا ثقافه بطبيعه المرض عشان اقدر اواجه الكلام ده. فبدات ان انا الثلاث مرات اخرج اضرب في نفس اليوم. اخر مره دي كان خلاص يعني المجتمع كله رفضني، حتى اصحابي اللي بضرب معاهم رفضوني. ليه؟ طب ما هم زيك. ما هو علشان خاطر كل واحد اناني في ضربه. طبعا. نبدا بقى ننصب على بعض ونعمل حوارات على بعض، فالموضوع وصل معايا لمرحله صعبه جدا. بدات ان انا ابيع في حاجه البيت. بدا والدي كان عارف ان هو في اخر ايامه، جمع اخواتي وجاب جوز اختي وقال لهم يا جماعه هو في الاول وفي الاخر ابني واخوكو، وهو في الاول وفي الاخر خال عيالك. بعد اذنكم انا عايزكم تقفوا جنبه لاخر مره. خدوني على مستشفى الخنكر الصحه النفسيه. كتر خيره ابوك. رحت هناك قابلت الاخصائيين والدكاتره، ادوني ميعاد حجز. جيت على ميعاد الحجز دخلت اتحجزت، وانا داخل
انا ما عنديش نيه للتبطيل، انا داخل مش عارف اعمل ايه. وبعدين دخلت 7 ايام قضيت اعراض انسحاب، واليوم الثامن جالي خبر وفاه والدي. اوف. وانا في المستشفى. اوف. خدت اجازه 24 ساعه من المستشفى، خرجت الساعه 8 الصبح وقفت على الغسل، دفنته، خدت عزاء. وانت واعي. وانا واعي. وانا ببطل 7 ايام بالظبط. ها. خدت عزاء. تاني يوم الساعه 7 الصبح انا قلت لهم وديني المستشفى. رحت المستشفى، انا المره دي داخل مسار النيه كله متحول، حتى لو مفيش تبطيل في مصر انا هبطل. دخلت قلت للاخصائيين والدكاتره وانا جوه القسم قولوا لي التبطيل ده ازاي وانا هعمل اللي هتقولوا لي عليه. انا هعمله، انا مش هحط التاتش بتاعي في اي حاجه وهسلم دماغي كلها ليكم. ده فعلا اللي انا عملته، وصدقت في النيه مع ربنا، صدقت في النيه ان انا لازم ابطل. دعاء ربنا كان كتير جدا. لجأت له بقى، قعدت تدعي له. اول حاجه انا ظهري اتكسر بعد وفاه والدي، طبعا ماليش حد في الدنيا، ماليش غير ربنا، وما ينفعش ان انا استمر في اللي انا بستمر فيه. طبعا. وانا ماليش غير مصير ان انا لا هموت ولا هتسجن، حرام ان انا اوصل للمرحله دي. ملهاش نهايه ثالثه، يا الموت يا السجن. موت وسجون والجنون. والجنون. بس دي البدايل بتاعتنا، ملناش بدايل ثانيه. اتحجزت 90 يوم في القسم الداخلي، بدات ان انا اعرف طبيعه المرض، وحضرت جروبات علاجيه، ومشيت برنامج علاجي. اما خرجت في الشارع البرنامج فادني كتير. قدرت ان انا ازاي اعرف اطبق كل خطوات البرنامج على الاصدقاء القدامى، وعلى الاماكن، وعلى الاشخاص، وعلى الاشياء. بدات ان انا ابص لنفسي، توجه لحياتي صح، بدات ان انا اقف على رجلي. كمان المدمن المتعافي اول ما بيبطل بيبقى عنده طاقه ايجابيه جدا انه يعوض اللي عمله، وفي نفس الوقت بيبقى عنده خبره حياتيه يعني من المصاعب. في تبطيل. في تبطيل. طبعا في تبطيل. طب علاقتك ايه باهلك دلوقتي؟ دلوقتي علاقتي باهلي كويسه جدا جدا جدا. اخواتي كلهم بزبتك. اخواتي كلهم وعماتي وخلاني وخالاتي، كل العيله كلها كلهم بيتشرفوا بيا النهارده. ما كانش علاقته بقت طيبه بكل المجتمع اللي بيحكي عنه، ما كانش ظاهر النهارده. ما كانش بيتكلم بالطريقه دي كمان، خالص منتهى الايجابيه ومنتهى التفاؤل. انا ما كنتش عارف اتكلم كلمتين على بعض اصلا. هي حياته كلها كانت منصبه في المقام الاول، ازاي يجيب المخدر بس يصحى الصبح ازاي هيجيبه، بس هو يدور عليه في اي مكان ويجيبه. هي دي حياتي، هو ده شغلي الشاغل باي طريقه دي كانت. تمام. لحد ما وصل للمرحله ديت، لا ده انا بقيت بقى ليا عيله، وبقت ليا استقرار، وبقت ليا اسرتي، وبقت ليا حياتي الشخصيه، لازم احافظ عليها بقى. وده بقى القدره على التغيير. خدت قرض كمان؟ انا بقدم على قرض دلوقتي، هفتح مشروع ليا عشان اقف على رجلي. طبعا انا ما خدتش قرار القرض ده غير بعد ما اتغيرت، والاخصائيين والدكاتره شافوا فيا فعلا التغيير. والقرض من عندكم صح؟ هو الحقيقه ان صندوق مكافحه وعلاج ادمان عندنا معالي الوزيره طرحت برنامج اسمه بدايه جديده. بدايه جديده ده بدايه الانسان اللي تعافى بعد مروره بتجربه العلاج. تتاكدوا ان هو فعلا. ونتاكد بقى، نتاكد لنا خطوات كده ولينا مسارات معينه وبيونتات هو بياخدها وتارجت معين لازم يحققه عشان في الاخر نقول والله ده يستحق ان هو ياخد القرض بتاعنا. والحقيقه ان احنا لينا يعني توسع كبير جدا مع بنك ناصر علشان خاطر ان احنا نسهل عمليه القروض ديت. ويفتح مشروع ويفتح مشروع. هو بتبقى هو قدم دراسه الجدوى بتاعته وقدم الحاجه بتاعته وتراجعت اكثر من مره ودخل معاه منافسين كتير. برافو عليك. فهو يا محمد ده ربنا يوفقك. خلاص هيستلم القرض بتاعه مع بدايه شهر 7 ان شاء الله. طيب استاذ عبد العزيز معلش انا طولت عليك، حضرتك كنت بتتعاطى ايه؟ هيروين. هيروين. وصلت للهيروين ده اخر حاجه، ابتديت بايه؟ ابتديت بالمغيبات، البنزو. الايه؟ المغيبات. اللي هي ايه بقى؟ الابتريل والاموتريل. ادويه. ادويه. وبعدين؟ وبعدين طلعت على الهيروين. قعدت كام سنه تتعاطى؟ 22 سنه ادمان. يا الله 22 سنه. بس احنا ندي امل بقى يا فندم، شوف 22 سنه وبقالك قد ايه وخدنا القرار بالفعل اهو. متعافي النهارده بفضل الله 2 و10 شهور ويومين. طب ال 22 سنه دول اكيد حصل لك حاجات كتير جدا. وشفت حاجات كتير جدا. طبعا. يعني ايه شفت؟ احكي لي ال 22 سنه دول عدوا ازاي؟ والله هو انا فاكر منهم بعض الملامح بس. فاكر في الاول ان انا كنت خلصت دراستي واشتغلت شغلانه كده في جهه ما يعني. وشغلتي دي كانت مدياني حبه سلطه وحبه قوه ودارت ايام واتفصلت من الشغل ده. لقيت نفسي حد بعد ما كنت قوي جدا، لقيت حد ضعيف جدا. بقيت ماليش قيمه. حاولت ان انا اشتغل شغل تاني. كنت متجوز؟ انا متجوز. كان معاك اطفال؟ معايا اطفال الحمد لله، معايا موجود معايا اطفال. ودلوقتي علاقتك بيهم كويسه؟ جدا. قبل كده كانت علاقتك بيهم ما كان إيه؟ علاقتي بيهم انا لو حد كان معاه جنيه انا كنت ممكن اخده منه. دي علاقتي بيهم.
بس ومليش دعوه. حاسس كنت ظالمهم؟ لا انا مش كنت ظالمهم، انا كنت لاغيهم اصلا. انا ما كنتش معترف لا باطفال ولا بزوجه ولا باهل ولا، انا كنت عايش عشان اخد مخدرات وباخد مخدرات عشان اعرف اعيش. طيب في ناس كتير قوي بتتفرج علينا تمام عندهم زوجه وعندهم اطفال وبيتعاطوا ولسه مغيبين لحد دلوقتي، تقول لهم ايه؟ اقول لهم الحقوا نفسكم بسرعه، المخدرات مش هتفيدكم بحاجه، انا جاي من اخر الطريق، انا جاي من الطريق اللي قطعت فيه رجلي، رجلي طارت بسبب الادمان فعلا، حياتي اتدمرت، شردت اسرتي، ليا ابني مات بسبب اهمالي فيه. جاي من اخر الطريق بنصح كل واحد بقول له اوعى الطريق ده. ابنك مات ليه؟ ابني مات بسبب ان امه بقت تقول لي ابنك محتاج دم، وانا اقول ده هي كدابه بتضحك عليا. تيجي تقول لي ابنك تعبان وعايزين نروح نعمل له اشعه وتحاليل، اقول دي كدابه ما بتضحك عليا، لان المدمن بطبعه شكاك، ما بيصدقش حد غير صوت دماغه. كان عنده قد ايه ابنك؟ اهمالي ليه كان عنده 3 سنين حبيبي. بدات معاه بنزله وبعد كده التهاب، وبعد كده التهاب في المخ وتوفى. بقاء لله. الله يخليكي. رجلي اتقطعت وفاكر. رجلك اتقطعت ازاي؟ رجلي اتقطعت وفاكر جدا موقف ابني، كنت انا جايب المخدر بتاعي وما كانش معايا طبعا، كنت بعد ما استلفت حقه وطلعت شقتي وبتعامل، ابني فرحان ان انا جيت فجاي يجري عليا وانا باخد بالاله، فحاولت ان انا اداري نفسي فضربت غلط، ما كانش هاممني ان انا ضربت غلط قد ما كان هاممني ان المخدر باظ، ده كان اكتر حاجه يعني. وطبعا ضربت الولد وزعلت لامه، وفاكر كده ان انا بعد شويه وقت من استيائي من الموضوع ده انا بقيت اقص شعرها واحطه على الحيطه. تقص شعر مراتك؟ واحطه على الحيطه وازلها واعذبها، والولد كنت بقسى عليه جدا، وكنت لازم دايما اكون نايم معايا مخدر اللي هقوم من على السرير الصبح اخده. كنت بتقص شعرها ازاي؟ بالمقص. وهي كانت بتعمل ايه؟ والله الست كانت ما بتعملش حاجة يعني، ما كانش ليها حيلة، الست ما كانش ليها أي حيلة خالص، لأن أنا كنت مهددها. كنت بتفكر هي في إيه؟ هي فندم، هو العلاقات الأسرية في الوقت ده بيبقوا دايما بينصحهم بيوجههم، حرام عليك كفاية كده، طب بص لنا، هو مش عايز يسمع الكلام. لا هو مش هيسمع الكلام ده خالص. هي استحملتك؟ وفضلت معاك لحد دلوقتي؟ الحقيقي ساعدتك؟ والله هي ساعدتني وما ساعدتنيش. ازاي بقى؟ يعني هي ساعدتني في حته ان انا ابطل، هي ساعدتني جدا، لكن ما حافظتش على باقي تبطيلي. ازاي بقى؟ يعني كانت، انا فاكر كده ان هي جت فتره بقت تقول لي لا انت الاول كنت احسن. فانا خدت الفاصل بتاع الاول كنت احسن، كنت احسن في ايه؟ انا كنت واحد باخد هيروين يعني. كنت احسن في يعني ايه كانت بتقول لك الاول؟ كنت هي تقصد في الحنيه او تقصد في المعامله الخارجيه او المظهر؟ انت كنت بعد ما تقص لها شعرها بتطبطب عليها يعني مثلا؟ انا اسف. لكن انا طبعا بما ان انا مدمن باخد الكلمه باخدها بفصلها حسب ما انا عايز، تمام. بس لكن هي الست ساعدتني وامي ساعدتني. طيب انت بعد ما ضربت غلط في رجلك، رجلك اتقطعت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ والله هي اتقطعت مرتين. يعني اتقطعت مرة كف رجلي وبعد كده عملت عملية، وطبعا بقوا يدينه مسكنات كتيرة جدا مش عاملة لي حاجة، فحاولت ان انا اخد المخدر تاني عشان خاطر اسكن الوجع والجرح، فاخدت المخدر تاني غلط فاتقطعت رجلي تاني برضو، وانا مصر برضو يعني. انا خدت ده اسوأ موقف اتعرضت له في حياتي اثناء الادمان في بيتي ولا بره بيتي؟ بره بيتك. والله بره بيتي دي مواقف كتير جدا. زي يعني يمكن زي محمد قال كده، انا كنت في دولاب مره وفي مداهمه من الشرطه دخلت، انا طبعا مش هعرف اجري، الناس جريوا، انا بقيت قاعد اشوف مكانه قاعدين ايه اللي وقع منهم عشان انا اخده، لحد ما جه حد من قوات الشرطه يعني، وحصل ان هو اهني يعني، اهني جامد،
ده موقف انا مش هنساه. شفت موقف حصل لحد تاني؟ شفت موقف كتير جدا. زي ايه؟ شفت حاجه حصلت لبنت مثلا، راجل كبير؟ انا شفت واحد في دولاب مره مسلم بنته. يعني انا شفتها دي حقيقي والله، ويمكن الساده المشاهدين اللي عندهم نفس المشكله دي، في ناس كتير منهم تفتكر ده. في حد راح ساب بنته مقابل ورقه هيروين. ده حصل فعلا. وسابها؟ سابها. كان عندها قد ايه؟ بنت عندها 16 سنه. وسابها؟ سابها. وهم خدوها؟ خدوها. ده عادي جدا. ده عادي جدا. ساب بنته؟ ساب بنته، اه دي حقيقة. بنته؟ ولا هو جايبها من الشارع؟ لا بنته، لا بنته. 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 يا الله، ايه ده؟ فندم فندم، هذه التبعيات للتعاطي. هتك العرض والسرقة والإجرام. بنته؟ يعني ده عاوز اقول لك، ده ممكن يكون من اقل الحاجات اللي ممكن تكون قدمت كمان. ما ممكن يكون سبق قبل كده زوجته او اخته او في اللي بيجي بيسيب مراته فعلا، ده قدام مراته جايب مراته الدولاب. يسيب مراته في الدولاب؟ دخل مراته جنب الديلر جوه في الدولاب، وهو ياخد وهي الماده بتاعته، والبنت وهي قاعده جنبه، قاعده جنب الديلر، وهو ياخد الماده بتاعته ويخش يضرب. والبنت استسلمت؟ وبعض الناس كمان. لا معلش احكي لي الموقف ده. البنت سكتت؟ لا، البنت بقت تصرخ. البنت بقت تصرخ، اتضربت منهم. ما طبعا محدش ساعدها، محدش يقف جنبها. لا مفيش حد، محدش يقدر يبص، محدش يقدر يتكلم. وجميع الناس اللي واقفه تشتري طبعا محدش يهمه حاجه قد ما هو يحصل على مخدره، ملوش دعوه. ونتكلم هيتضرب. دي حقيقه، نتكلم هيتضرب، لان انا اللي محتاج، عشان كده انا بسكت. طيب احنا مشاهدينا هنرجع لكم مره تانية بعد الفاصل، استنونا بعد الفاصل. مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية، قصص بنسمعها عن الاشخاص اللي بيتعاطوا ممكن يوصلوا لحد فين. والحقيقه ان انا كنت مصدومه لما الاستاذ عبد العزيز بيقول لي ان هو شاف بعينيه واحد بيسلم بنته في الدولاب عشان ياخد التذكره. طيب علاقتك بعيلتك دلوقتي وباولادك بعد ما تعافيت عامله ازاي؟ والله وشغلك بقى عامل ازاي؟ والله انا في شغلي دلوقتي متميز جدا ومنفرد بشغلي ده جدا. وعلاقتي بعيلتي بقت فوق المستوى الهائل. النهارده انا ما ينفعش النهارده ما اروحش لوالدتي وابوس ايديها واشوف طلباتها واشوفها محتاجه ايه. تعبتها كتير جدا طبعا، علمتها بما في الكفايه. ما ينفعش النهارده ان انا ما اشوفش والدي عايز ايه. ما ينفعش النهارده ان انا حظك حلو قوي ان هم لسه موجودين على طبعا فكرة. ان هم الحمد لله ربنا يخليهم يا رب. علاقتي باولادي كويسه جدا. انا بقول لعيالي نفسكم في اللي انتوا عايزينه، اللي بيعوز حاجه بقول له حاضر. بناقش اي حد فيهم على انفراد لو في حاجه تعبيه. النهارده بحاول ان انا اخلق حوار بيني وبين الست اللي عايشه معايا. بحاول النهارده اتواصل مع كل قرايبي عشان صله الرحم. علاقتي بربنا بقت جميله جدا. انا ما كنتش اعرف حاجه عن ربنا، وما كنتش اعرف حاجه عن الناس. انا كانت علاقتي بالفلوس اجيبها اخدها اضرب بيها. وعلاقتي بربنا بالليل الدنيا ضلمه والصبح الدنيا نهار. انا ما كانش عندي حاجه تاني. النهارده بقيت فاهم يعني ايه. طب انتوا مش خايفين من ان انتوا طلعتوا على التلفزيون وناس كتير شافتكم؟ بالعكس، انتوا مفيش خوف. ايه الرساله اللي عايز توصلها؟ انا رساله امل للناس. طالع اقول لهم بلاش مخدرات، ابوس ايد واحد واحد بلاش مخدرات. انا استويت. ربنا ما يحكم على حد بالذل. المخدرات ذل. ذل صح، كلمة المخدرات صح. بتذل صاحبها. كلمه في الجول. الستروكس كارثه، كارثه الستروكس اللي بقت منتشره دلوقتي والشباب اللي بيتعاطوا الستروكس. الستروكس بيعمل ايه؟ بص، هو احنا عندنا مشكله بالنسبه لانواع المخدرات. انواع المخدرات دايما في تطور سريع جدا. ودايما تجار المخدرات بيسعوا ان كل يوم ينزل صنف ويدي له اسم جديد علشان يبتدي الترويج له. الاسم يبقى يعني جاذب ومختلف يعني، وبالتالي انا بسرعه اروح له. لان عالم المخدرات او الكيمياء بتاعتها لازم الانسان فينا. حتى زمان هم بيتكلموا، انا ابتديت يعني محمد المهدي كان بيقول لك انا ابتديت بقرص. وصلت ان انا كنت باخد 7 بس. انا شفت اعراض عن الاستروكس فظيعه يعني، بشوف فيديوهات بتنزل على ايه ده؟ ازاي هو بيحصل لهم كده فعلا؟ فعلا بيبقوا منفصلين عن الواقع يعني ايه الحاله؟ ايه الاعراض الغريبه دي؟ لا، هو بتبقى حاله من العصبيه وعدم التميز وعدم الاتزان، زائد ان انفعال شديد جدا. الناس فاكره ان ده بيهديهم وان ده بيديهم طاقه وبيديهم باور. لا، الدنيا عكس كده خالص. والمشكله بقى ان احنا عندنا مش في الاستروكس، لان ده طبعا ماده بترشح على بعض النباتات، والماده دي اصلا كانت مجرمه. والمشكله عندنا في حاجتين اتنين. ان الماده اللي اضافت ديت احنا بنستخدمها في العلاج.
والاستخدام في العلاج عشان تضاف، عشان كده وزاره الصحه واللجان اللي موجوده علشان يجرموا الاستروكس بياخدوا وقت ليه؟ علشان الماده ديت عاوزين يمنعوها، فهيمنعوها عاوزين يجدوا لها البديل اللي موجود. فدي الاشكاليه اللي موجوده. ولكن الحاجه الثانيه ان بدات الناس بتاخد الجرعه النهارده بتعلي. احنا لسه جاي لنا خبر امبارح او اول امبارح ان في 2 ماتوا بسبب جرعه زايده من الاستروكس. انا طبعا بدا ان هو يتضرب، بدا ان هو يتغش، فانا باخد، يعني كان الاول بينزل هي الجرعه بس بتاخدها في اليوم. هي واحده بس، النهارده بياخدوا 3-4، فلازم يموت موت مفاجئ على طول. هي بتسبب هبوط يعني في عضله القلب وموت مفاجئ. كم حاله مثلا الفتره اللي فاتت دي ماتوا بسبب الاستروكس؟ لا يعني انا جات لي المكالمه ديت من يومين، كان في حالتين في منطقه معينه ماتوا فورا تناولوا الاستروكس. موت مفاجئ. ايه اللي حصل؟ خدوا ضربوا ضربتين استروكس ورا بعض خلاص مات. فده طبعا مؤشر خطر جدا ان انواع المخدرات. طب الاهل يعرفوا ازاي ان انا ابني في حاجه غلط ممكن يكون بيتعاطى حاجه؟ بص احنا عندنا مظاهر خارجيه زي ان هو خس كتير جدا، ان هو بدا عنده هالات سودا تحت العين، مفيش اتزان، مفيش وعي، ردود افعاله على الاسره وعلى اخواته بقت مش هي دي الردود اللي معروفه. ايضا تغيير الاصدقاء، ده حاجه مؤشر مهم جدا. عاوز اقول معلومه كده واحصائيه خاصه بالاصدقاء، 86% من دوافع المخدرات من الاصدقاء. و96 من الرجوع من المخدرات 96% من الاصدقاء. بس ده طبعا صديق سوء والتاني كان صديق حسن انه قدر يرجعنا حاجه زي. فدايما نخلي بالنا قوي من اصدقاء اولادنا. مين دول؟ طبيعتهم مين؟ بيمشي مع مين؟ قاعد مع مين؟ ايه الكلام والالفاظ اللي بيتلفظ بيها؟ من ضمن المظاهر برضك اللي موجوده السلوكيات اللي اختلفت، حاجات بتتسرق من البيت، ما عادتش في استقرار، عاد بيزعق كتير وعاد بيتطاول على اخواته وعاد بيتطاول على والديه، عدم استقرار في الحياه مظهره الخارجي. طب الست اللي في البيت اللي جوزها بيتعاطى ونفسها ان هو يبطل تعمل ايه؟ بص احنا عندنا عنيد في الحياة، مش شايف ان هو غلط وشايف ان هو بيعرف يهندل حياته ويظبطها. مفيش مدمن داخل الدايره وموجود في الدايره ديت بيصدق ان هو مريض وعاوز يتعالج. انا مش مريض. طب تعمل ايه الست؟ ما هي ستات كتير بيتفرجوا علينا دلوقتي مش عارفين يعملوا ايه. انا اقدر اقول ان هم لازم يعني تتكلم بطرق غير مباشره، لان طبعا كل كلامها يعني بالنسبه مباشرة. يعني تقول له ايه؟ يعني انا مثلا شفت فيلم معين حصل فيه كذا، ده زميلتي جوزها مات بسبب كذا، يعني جرعات او كلمات بتيجي بطرق غير مباشره. لان طبعا هي كلامها في المقام الاول بالنسبه له ده لا يعني شيء. ممكن يكون استفزاز بالنسبه له، هو شايفها ان هي. الحاجه الثانيه بقى بندور زي ما قلت حضرتك في الاحصائيه بتاعت الاصدقاء، بندور على مين اصحابه اللي يقدر يؤثر عليه. هي الست هتعمل اخواته اللي ياثروا عليه، والده اللي ياثروا عليه. انما احنا في الاخر ده بقى اضعف حاجه عند يعني حتى عبد العزيز وهو بيتكلم كان اضعف حد بياثر عليه هي مراته، سهل قوي نقول لها مع السلامه امشي من هنا. طب مين كان مين اكتر حد بياثر عليك طيب؟ والدتي واختي. والدتك واختك؟ والدتي واختي. يعني هو مش هيقدر يغيرهم. وبالتالي بيرجع لهم. فهي لازم تعمل دايره كده او هاله حوالين الزوج ده علشان خاطر هو عارفه ان نقطه ضعفه مثلا في اولاده، نقطه ضعفه عند والدته، تبتدي ان هي تعمل خطه كعلاجيه تاخد. زائد بقى ان هو يتواصل معانا على رقم الخط الساخن بتاعنا. تمشي وتسيبه لو فقدت الامل خلاص مش هيبطل، تعمل ايه؟ تكمل معاه ولا تمشي؟ بص القرار ده بيبقى راجع لها، بس احنا بننصح دايما ان هي ما تكسرش الحته دي، لان في علاج هنديك الامل معانا. وعلى فكره العوامل الاسريه او ال طب لو حد مش عايز يجي هل ممكن انتوا تروحوا له وتتكلموا لا. معاه لازم هو من جواه يبقى عايز. بالظبط كده. اسالي زمايلنا اللي موجودين، احنا ما رحناش لحد بيته نخبط عليه، هو كل الناس كده. احنا ما عندناش العلاج القصري اللي هو ان الناس تكتف في الزمان. وده موجود، هو موجود في المستشفيات، بس احنا كمستشفيات خاصه بالحكومه ده طبعا مرفوض عندنا، لان الاساس في الموضوع زي ما حضرتك تفضلتي ان هو الرغبه الداخليه في العلاج. ما هو محمد دخل 3 مرات وخدوه دخلوه وحطوه بتاع 45 يوم اتعالج لما هو خد القرار، لما والده توفى وخد القرار. بالظبط هو ده بقى. احنا مش محتاجين بقى ان كل واحد فينا يستنى والده يتوفى بالظبط، نلحق قبل ما تحصل حاجه، عياله يموتوا وفي الاخر ناخد القرار. طب لا انا شايف نماذج قدامي، نماذج عانت، وهم على فكره اللي بيسمعونا وشايفيننا شايفين نفسهم في الدايره دي بس بيكبروا شويه. بالظبط. طيب انا عايزه كلمه اخيره من حضرتك ومن حضراتكم اختم بيها، تقول ايه للناس؟ انا بس حابب ان الاسر قبل ما نقول موضوع العلاج لازم يكون عندنا ثقافه الوقايه.
لازم الاسر ان احنا ما نقعش اساسا في القصه دي يعني نلحق نفسنا. احنا اولادنا من سن 4 سنوات بيبتدوا يتعاملوا مع التكنولوجيا احسن مننا. فلازم احنا كمان يكون عندنا ثقافه الوعي بالمخدرات. لازم اتكلم معاهم كويس جدا، لازم يكون في حلقات تواصل قويه جدا بيني وبين ابنائي، بعرفهم وبكلمهم عن انواع المخدرات. في ناس كتير جدا يقولوا لي ما ينفعش ان انا اتكلم عن انواع المخدرات. لا ينفع، لان هو بيدخل المدرسه وبيشوف وبيسمع. احنا سن التعاطي نزل ل 8 سنين. أوف. معنى كده 8 سنين ان المخدرات او المفاهيم اللي موجوده ومنتشره. فانا مش هستنى ابني يجي لي بمفهوم يعني الوقايه مش خير من العلاج. بالظبط. طيب كده. استاذ محمد تقول كلمه اخيره. والله اللي اقدر اقوله ان المخدرات ما بتخلص، بس حياه البني ادم بتخلص. حلو. كل واحد يلحق نفسه، هي جرعه واحده مش هتكفيني والاف الجرعات مش هتشبعني. صح. فانا ابدا اخد القرار، لازم يبقى عندي رغبه صادقه في نيه التبطيل. اخر قرار اخده استاذ عبد العزيز. والله انا حابب الاول اقول ان المخدرات طريق مقفول، وان المخدرات هتفعل الأسوأ، واحنا بنتعلق بامل بس، لان هي لا جدوى ولا شيء. انا بشكركم جدا، نورتوني النهارده، وبتمنى ان الفقره دي تكون فادت ناس كتير بتتفرج علينا، وبتاسف لكم جدا جدا عشان خاطر ما قدرتش استقبل التليفونات لان الحلقه كانت دسمه جدا. لكن اللي عايز يبطل وخد القرار ابعتوا لي على صفحه انا والناس، او كلموا الخط الساخن لصندوق مكافحه الادمان اللي هو 16023 وهم هيتواصلوا معاكم مباشره. بشكركم جدا جدا على حسن المتابعه النهارده، هشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 3 الظهر على الهواء مباشره فقط وحصريا فأنا والناس على تلفزيون الحياة. كنت معكم أميرة بدر، سلام.